مش هذا والشوق طبع الأذى والناس من ذا وذا والقحملية الحياة الورد يعطي شذا والشوق طبع الأذى والناس من ذا وذا والقحملية الحياة تلقى اللئيم الطموع تلقى العزيز القنوع واحد بأرض ونور إنسان يتبع هواه تلقى النائم الطموح تلقى العزيز القنوع واحد بأرض ونور إنسان يتبع هواه وإنسان يتبع هواه يا فوز فهمني غدير دحين ساب عدن وقاهونا كبس على نفسنا وجلس داخل البيت الكبير ومنعتنا من الدخله وخرجه لاني مطلقه لكن لو رجع الزوجات صالحه شيجي زوجي عدنان يا شله ونزل عدن والبيت الكبير اشتفرغ لنا ندخل ونخرج على براحتنا. السلام عليك. بس منين نجيب زوجي عدنان؟ خليه مجي عدنان عليا. اسمع كما ولا اسمع لك نخس خلينا جادر معاهم وانت سكتة لا تكس نقطع حلا قد خرجنا من البيت ليلة عروسي مشان تقول لي سكتة يا رجال العروسة على اني بنتك مدري متقعلك ما بوش بقلبك رحمة ولا شفقة هي السلام عليكم لا المستر ميكل هلو مرحبا كيفك؟ اسمع مستر هنش نحن نريد بيت كبير وأنت الذي سوف تشتريه لنا ها؟ أيوة بس البيت الكبير في ورثة كثير لا بروبلم هنش لا بروبلم اشتري من كل ونحن سوف ندفع لك تمام بس مع البصبصة قاهي يقول لك هوش يدفع برم بلوم بيم قاهي يقول لك قل لك اسكت مش وقتك هدا تمام يا أخي طير اسمع مستر ميكل ولو سوء أدب أنا سيسأل لو أنتش تشتروا البيت الكبير وليش تشترونه؟ اسمع هنس إن جدي كان يقيم في تعس ومات في تعس ودفن في البيت الكبير ونحن نبحث عن بقايا جثته من أجل أن ندفنها في أرض الوطن يجب أن تشتري البيت الكبير بأي طريقة وهذا مبلغ من أجل إنجاز المهم طاع والدين مدام يدور عظام جده طاع والدين أوكي سيو مستر ميكل هيا ايش يدور عظام جده ورزق لهم على المجانين كيف انتي؟ الحمد لله اهلا وسهلا اهلا وسهلا وكيف حاله محفوظ؟ والله محفوظ اليوم قاهو بخير تصدق انه عرفني وسلم علي وخرج لحاله ورجع وسأل بعدك من صدق؟ والله من صدق ذا الحنين اهو بالمجلس ودي بعده محفوظ كيف انت كيف حالك؟ بخير
محفوظ؟ أيوة يا فواز أنا بخير، بس بيني صداع، صداع شديد. فواز وهون تذكرني؟ تذكرني؟ أتذكرك يا فوز الله يحفظك، أقول لك راسي وجعني. ولا يهمك، بكرة بالصبح نسرحك المستشفى ونعالجك حق الصداع ونعمل لك كل شيء. دحين ارتاح، ارتاح بكرة بكرة. صباح الخير. صباح النور. كيفكم اليوم؟ تمام. صبحتوا العادة؟ عادة، خاصة اني اقول زيكم اصطبحتوا بعد قشط قرات. جبت لكم الخراق. عفوا تبشريني، بدأت الدراسة ولا عادك؟ لا عادني، آدم راح يجيب لي حق المحاضرات والملازم وإن شاء الله خير. ربنا يوفقك، أنت شدي حيلك وربنا بيوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. آمين يا رب، الله يوفقك يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. المهم حبيباتي، جبت لكم الصبح وبروح أفتح الدكان حقي، تمام؟ يلا معكم. يلا الله معاكم. الله معك. وردة كيف رقبتي كيف الرقدة خشب أصلي ليش ما روحت يا سعد؟ جلست راعيلك طول الليل. بدأنا من الآن بنت عناس شغلي كذا ولازم تفهموا أنا شغلي ليل لي طلعاتي قفزاتي نطاتي قلة أبوابي ظروف شغلي كذا وتعودي بعدين اسمه الحنش شلنا والشغل كان خارج المدينة قلت براعي لما يطلع الضوء مشان نرجعش رجعي كنت راقد واشتريت صبوح اشتريت صبوح عرض قسم بالله قال صعبني هذا مشتري صبوح ما تهبش ابو شعري سيفلك مرتب ليلة العرس ما انا اوضك لما يكون عمو مش الحنش انا عمي الحنش ما نخرج له ونرجع الله لالي دحين صهلة وردة أبو الشي أنا وصلنا أمس عند الفتاشة ما نفتشي مشتي شهاد بياس مغالطة يا كيف ادينا أمس حق الفتاشة وخلاص ما ليش دخل من أمس اشتي حق فتاشة ثانية من قال لك تخرج يا كيف من قال لي خرج أبوك الحناش معي مصيبة بالدنيا غيره امري لله هذي اللي بجيبي وهذي 20 شريبة مقويات مزكي افتشي افتش لي انت بسم الله بس الفقيقة الدعاء اللهم اني اعوذك من الخوف لا اعوذ بالله من غضب الله لا يا الله صبر من عندك يا رب مين؟ مو ضرب هذا من نسمع عندهمش لا ذوق ولا إحساس كذا كثير هذا مش زاقة ولا تعرس هذا من نسمع افهموش قسما بالله انه الحناش ايش رأيك؟ مين؟ افتح يا رجال خاف الله صباح الخير يا بنتي صباح الخير يا بغير كيف انتي؟ تمام الحمد لله الحمد لله وين الصبوح؟ ما تشتي صبوح من المخبازة؟ يعني انت نفسك تلوين على الكبدة تصبحوا عرسان ولا العرسان يصبحوكم؟ انا اسمي لي عايب يا بنت قومي حمد صبوح تمام يا بنت قومي البنت عشاء كيف عم؟ موبا اسمع يا سعد الأجانب جالسين يغالطونا الآن بيقول لك زعم بومعاهم واحد مدفون تحت البيت الكبير حنش ما يرحمنا حنش أنا عريس عريس خاف الله بالله تجيلي تقول لي ميت ولا أنا الصبح رجعت لي الأجانب معاهم ميت أخي قالوا لك أنا نبش قبور ما لك حنش سعد بسمع كلام أقول لك ما تحسبنا هبال صدقتوا حقهم الفيلم اللي بيعملوا النوم ده الحين إحنا نشتي نعرف مو معاهم تحت البيت الكبير اسمع بالحين قم نسرح أنا وانت لا عند علوان نشتري نصيبه بالبيت الكبير وبعدها نسرح أنا وانت
ندور باقي الورثه واشترينا البيت تفهم نشتي نعرف ما هو معاهم تحت البيت الكبير. تمام انت سباق وانا ستبعك واشتري لك علوان بكله مش الا نصيبه مع المشاركه لنا العائله. اي اسمع خلي ورده تنفعك. تمام تمام خلي ورده تنفعنا. مع السلامه الى اللقاء. يا بنتي ما يصبرش اصطبحي انتي وزوجك انتم عزاب. تمام ان كان هذا الذوق من اول. انتم عرسان شعرب على نفسه من امس بالليل وهو ياكلني. ان شاء الله فين وصلنا؟ عند الفتاشه. الفتاشه ابو عزام. ابيك عزام مال جواب القسم. يقول لك جواب القسم. القسم اشتنك اشتنك انت. والله مش شو القسم مني انا عريس. لا يكون ابيك راح بلغ ان انا خطفتك. قم قم قاوة مان. ما شاء الله تبارك الله. صباح الخير يا بنات. طبعا انا هنا عاقل السوق، يعني مسؤول عن جميع ما يحدث بسوق القحمليه، ومسيش خبر وسمعه. دخله خرقه مع ابن حميده ممنوع الخبر للاخت هذه. ايش قصدك يا فقيه؟ عيب هذا الكلام. اني رحت المعهد الصحي سجل. ما عملتش حاجه يا فقيه، راح المعهد الصحي يسجله. ما دخلوه يسجله بالمعهد الصحي ولي امره ولا محرم. ما به يا فقي بكرت من الصبح تتقارح، مالك للفضول؟ يسعمنا انت ولي امره وصار غير يسجلها في المعهد الصحي. خرط الله عليك يا حميده ضم ابنك وقولوا له خرقه والدخله مع النسوان ممنوع. تمام بطل الفضول شو ولا وشك. اي لبيب تعال ضم ابنك هم الخبر. استغفر الله العظيم. ليه شو لادي الفضول ودي لصالحه لصالحه البياس. ايوه من بنت تشبع شادي طالحه بياس بيات ودي لي ذي قول لي يقول لك الفقيه ضروري تديله رقم عدنان زوج غدير. تمام تدي لي عنوانه وتدي لي عندي وانا جزيد بياس. جزيد بياس ايوه اسمع بس قول له ما تكلمش غدير تحاول تدهده امك. تمام لما تاخذ العنوان حق عدنان كتبته بورقه وديته. يلا جزيد نعاش ورب كم الفقيه يخرب. حياك حياك الله يا سعد الخفيف. حياك الله. الله يحييك يا بندم. ما شاء الله بدلة مليح ها. ها بس لك كمان طوال قليل بس سهل. حياك الله يا سعد. حياك الله. الله يحييك يا بندم. فندم والله ما عملته حاجة يا فندم. فندم أنا اليوم عريس وقاس الشبصر مرتي ما قدرتوش. الباب كل ساعة دقدق قاو قالوا لي قاو بلقيس. أنا عملته حاجة يا فندم. لا الله المستعان. احنا جبناك علشان نبارك لك نقول لك ألف ألف مبروك وبالرفاء والبنين إن شاء الله. وحبيت أقابرك وأقول لك عذرنا أنا ما قدرش أجي العرس وهذه مقابرة مني لك. تفضل. هذه مقابرة لي؟ أيوة مقابرة حكومي لينا فندم. أيوة كلها وصيلة الواحد. الله المستعان هذه لك. الله شكرا يا فندم. شكرا للحكومة على الهدية انكم تشاركونا افراحنا. انا شمشي يا فندم مع السلامة. اشتكي الموضوع. اجلس. اجلس يا سعد اجلس. اشتكي الموضوع مهم جدا. موضوع أنا كان قلبي حاسس ما أبوش هدية حكومي ودنك للقسم مش نقول لك مبروك إلا مش نبركوا والدك يا سعد. فندم فندم معشيش الهدية هذه المقابرة غيب للعسكري والله مسامحة. مستعان هذه لك أقول لك عيب. مليم الموضوع يا فندم. الموضوع يا سعد إنه هذه الأيام مثل ما أنت عارف إنه في أفواج من السواح داخلين خارجين.
مالي يا فندم وانا مو علاقتي، بلغ وزير السياحة بحاجة ولا شيء؟ لا، الموضوع يا سعد انه في اثنين من السواح ترافقهم انت والحنش، داخلي خارجين. ايش الحكاية يا سعد؟ ايش الحكاية؟ الله يلعنك حنش، منك للمصائب. افندم والله ما بعاقة افندم، افندم هذا شغل، احنا نشتغل مع السواح كلهم كذا، نمشيهم نقلبهم. وهذم الاثنين مساكين عندهم جدود، انا اروح انا والحنش مشان نترجم لهم. نترجم لهم؟ ايوه نترجم لهم. بس يا افندم وريهم المناطق. الله بس يا افندم. بس يا سعد الخفيف، افندم تنشيط سياحي، انتم قلتم نشتغل. المهم يا سعد، اذا حصل حاجه ولا حاجه ولا شكيت بحاجه ولا حاجه بلغنا على طول. الوطن مسؤوليتنا كلنا، فهمت؟ ولا همك يا فندم، كذا ولا كذا باقي عندك ثاني كذا، والوطن حقنا كلنا، مسؤوليتنا كلنا، حق مسؤوليتنا فندم. ان شاء الله ولا همك، امشي. الله معك. وزيه لا والله زواجها حلا من اول يوم وانا بالقسم، الله ينتقمك انت وهو. الف مبروك، قالوا اليوم تخطب للعين. ان شاء الله اليوم بعد العصر نسرح نخطب له. وكيف عمل كلب ياس؟ الظاهر رشيد قال سلخك سلخ. لا والله قال مثل الناس ما يزيدش. والله يعني عادك تحتاج لك بياس، تحتاج لك مصاريف، وانت داري دي خطوبه. ها ماشيش تغربق ديون. كم ما تغربق ديون؟ مو تغربق ديون، مو رايك تبيع علي حق اسمك بالبيت الكبير؟ مو من بيت كبير، مشابعش يعني. قارب صار كم منهم ورثه؟ كم تجي نصيبك غرفه؟ كنت داري بشغله البيت والورثه، البيع مش سهل. اسمع فهمتك، مساك مساك مساك. هذا البياس اذا انت تبيع اعتبره من حال البيعه، واذا ما تبيع اعتبره سلفك. سلفي؟ بس انت داري كيف الانسان بضاعه حياه وموت، اعمل لي سند في بيه وخليها عندك سلف. ها ماذا؟ اكيد اكيد. ها تمام. اها صلى الله وسلم. اي خدمات اخوك الحاج جنبك. اشكرك. وضعك أحسن بكثير يا محفوظ. الحمد لله دكتور، بس باقي وجعونا يعني صداع بالرؤوس قليل. لا مش مشكلة، المهم تلتزم بالدواء وبتكون أحسن إن شاء الله. يعني الحمد لله محفوظ قدو تمام وذاكرته بترجع بخير إن شاء الله. زي ما قلت لكم يلتزم بالأدوية وبيكون أحسن بكثير. اتفضل يا فقي. سلام. سلم روحك. تفضل يا مبروك يا محمود. مبروك يا محمود. يا ادم تفضل. سلام يا احمد. سلم روحك. صلينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما دام قصديكم يا علوان انت ورشيد على المهر وما اليه هذا شيء طيب، لكن قولوا لنا هل هو عقد ولا خطبه؟ خطوبه بس يا فقي. كيف يا رشيد؟ ايوه ايوه خطوبه، والعقد والزواج قد ضربوا واحده بيضاء. وهذا تمام. اذا بالمبارك ان شاء الله. الله يبارك لك. نعلن خطوبه ابننا محمود بن علوان على بنتنا منى بنت رشيد. الفاتحه. تم الله السرور. اي ادم سمعنا بهذه المناسبه اغنيه عربيه. ان شاء الله في العرس. ان شاء الله. مبروك يا محمود. مبروك يا محمود. مبروك يا علوان. وعقبالك. مبروك يا رشيد. يا منى هذا الفستان خلي طولش بيدي علشان ادي لش هدية يوم خطوبتنا، لكن ما مش نصيب. الله يسعدش. رضيت انا على القسوه
ضاعت كل بسماتي، تعبت وما صدق حظي، فوق الهم اشيل الهم، صغير في العمر آن، كبير حيل مأساتي، محد يدري عن اخباري، حد في دنيتي مهتم، وحيد امشي مع همي، كبير الحزن في ذاتي. أنا شدين حقي كله، اللي عند الحاج مقبل واللي سلفتيها مني كل ضربة واحدة. يا عبد الصمد، أنت داري إن المبلغ كبير وإني أنا شدي لك فوق، اصبر علينا. ما عابوا الصبر، أنا شل بيز حقي كله ضربة واحدة. يا عبد الصمد، الله يحفظك ويسترك ويكبرك ويرزقك بالذرية الصالحة، اصبر علينا لما يفرج الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بس مشان الدعوة حقي هذه شاصبر عليكم شهر واحد فقط، وبعدها الوقت من الوقت أبيض، تصرفي فينا تمام؟ تمام. وخلي عناد عفاف بنتك ينفعك تمام؟ يا خاطركم. الله معك. يا رب ارحمني وارحم الأيتام اللي معي يا أرحم الراحمين، وفرجي علينا من أوسع أبوابك يا أرحم الراحمين. يا منى يا منى حكم مكبي عدان. او حبيبتي نحن احسن من حدا، نحن اصحاب الفول والبخور والمشموم والكادي حبيبتي، والاغاني اللحجيه والحنة. وين ساكنين في عدان؟ احنا في معلى دكه، تعرفيها معلى دكه؟ ايه لا سمعتوا عليها. كلمك الفقيه بالموضوع كله حق الخريطة. اصلا مسكني داخل البيت الكبير وانزنا، ما اقول لك كلمكم. وانت ليش تروح للبيت الكبير تفتش لحالك؟ ليش ما تنتظر لما تباخر ونخطط سوا؟ اصلا يا محفوظ لو ما مشولي كان حيسبقنا الحنش وارجع يعمل. ايوه يا سلام، ودخل الفقيه بالقصة كلها وخرجنا من المولد بلا حمص. اسمع انا ما نساكتي على الموضوع هذا، علي وعلى عدائي. اسمع انت ولا لك دخل، نصيبك حيوصل لك كله. كيف نصيبك حيوصل لك كله؟ منوش حصل حاجه بعد الفقيه. اسمع
أنا شاروح أكلم غدير بالموضوع كله حق الخريطة ونستلم الكنز وابص نصيبي. ولا تكلم أحد، لا كلمك غدير، أتكلم رشيد، ورشيد أكلم الورثة كلهم وأسمعوا بنا أمة الصلاة والنبي. أنا بتالك أنت ما لكش دخل، أنا بروح أكلم غدير ونصيبك يوصلك لعندك. اسمع ملها محفوظ محفوظ محفوظ، اسمع محفوظ. والله مش عارف كيف أشكرك يا جوهرة على وقفتك اليوم مع منى. الله المستعان عليك يا رشيد. منى دي بنتي، لما تعبتوا ليش شتعب من شان مين؟ الله يبارك فيك. وهي قد يتيمة وانت أمه. الحمد لله الحمد لله. وانت برضه ما قصرتي ابدا ابدا يا غدير. او على ايش يا عمودي؟ اختي مالك؟ الف مبروك يا منى. الله يسعدك يا اختي. امين ان شاء الله ربنا يسعدك يا منى. سامحوني يا جماعه لازم امشي لانه خاينه بالله عشاء ولا دواء. ايوه انا بروح اطبخ له العشاء وغني بعطي له الدواء. تمام ان شاء الله. وانتي لما تخلصي قدك تلحقي. هي حبيبي. لا خليك مع جده، خليك حبيبي، روحي معه. محفوظ محفوظ انا كنت محفوظ. انا شراجع محفوظ محفوظ. ارجع خلت ايدك، ارجع نتكلم بالبيت احسن. ما انا شراجع ما دام انت اللي بدأك بالخيانة وراح تتكلم الفقير. انا ما خنتوش، انا ما خنتوش، وانت بحد يدرب اللي بيننا. يدرب اللي بيننا؟ قامة الصلاة كلهم داري، الفقير داري، والناس كلهم عارفين. تسرعك تتكلم باللي بيني وبينك انا يا فواز. ما دام انت تتكلم كنت اللي بدأك، اهل البيت لازم يعرفوا وهم اولى باللي داخل. انا ما كلمتوش، انا ما كلمتوش. الفقير دخل لي البيت الكبير وشافني وانا ندور على الكنز. قلت له عقل عقل يا محفوظ جمع البيت. ما انا شراجع معك، وغدير لازم تعرف كل حاجه يا فواز. يا غدير فلت غدير. انت اللي جالك على نفسك فواز. الجحملي يا حياة، الجحملي يا حياة.